السلام عليكم، الخير يا ويله. اسمع تو مدبين انا نحلمو بسرعه. تو يا بن والدي مش عندنا ساحل طول 2000 كيلومتر وثلاثة أربعة ليبيا مش موجوده مدن ساحليه؟ علاش ما نديروش يا سيدي تاكسيات بحريه وحافلات بحريه ووفكوات بحريه؟ مش هذا حل كويس لازمه المواصلات وطلق المدقد قاعد نشوفوا فيها يا سيدي؟ اقول الزواري عنده مشوار يبي الخمس هو والته بيدها والغادي بيمشوا لشط البحر، يقول فلوكة على الاقل اهو مزوقه بالاصفر مدرسه تستنى فيه، وخلال ساعه يجي راح اوصل. لا زحمه ولا بوابات، والرحلات الطويله من مثلا من طرابلس لبنغازي نجيبوا لها بواخر عملاقه. ايه ترفع البلديه وادخل الكرهب ونشطوا يا سيدي السياحه الداخليه وقولوا فاه زيتنا بدقيقنا، بدل عاد ما تركب سيارتك وتمشي تسقط لجربه وشحطوك في هذيك الديوانه، وانتم كلكم طبعا عارفين نص نهار نص نهار بس تركب الباخره وتمشي انت وعوائلتك للجبل الاخضر وتتفسع في شحات ودلنا والبيضة، وكان خطر لك تمشي لطبرق تمشي لشط البحر بس تلقى واحد يبرح زي بتاع التاكسيات ثلاثه لبوا ثلاثه طبرق لبوا ثلاثه طبرق. لكن هني عندنا مشكله، ايه عندنا مشكله كبيره. افرض لا قدر الله الفلوكه مشت وغرقت وانقلبت في البحر، كيف الدباره هاريتو؟ معناها الليبيين كلهم لازم ياخذوا كورس في السباحه، يتعلموا السباحه والغوص في الاعماق، وكل مواطن ما يركبش الا ولابس الكمرداني، عرفتوا الكمرداني ولا معلقه في رقبته، صار ما صار يلقى روحه في شريك عبش. ايوه وبالطريقه هذه تزداد اللحمه الوطنيه ونقربوا المسافات، والنايلي اللي متجوز مثلا من جدابيه يمشي يتغدى عند سباته وقبل المغرب يكون في عوش، يا سلام. والسرتاوي اللي عنده صاحبه مثلا في الردلين يمشي له يضرب عنده تواسد شاهي وطرحش كبه ويروح لسوي نسويه. معناها مفروض ان تحطوني وزير النقل البحري في التاكسيات المياه. ايوه خلينا وبعد ما نولي وزير نبي موازنة مثلا 200 مليون زيني زي باقي الوزارة. أيوة ونفتح معهد تعليم القيادة البحرية، موعد نبو أولو في السواقين، مش نبو أولو في السواقين ويولي شباب لي سطلبوا في هذاك البحر وفي هذيك الفلايك والموسيقى ما شاء الله دك 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 والركاب يتمايحوا من اليسار وجو مليح والنسمة تقشقش عليهم خير من دخان المدينة وتلوث البيع، مش هيك صح؟ بس لو كانت تسمعوا كلابي وتنفذوا اللي نقولكم عليه. بس هاي مع السلامة.